إذن بالنسبة للطفلة البريئة نعيمة الروحي اختفت يوم 17 غشت 2020، إذا المدة تقريبا الآن هي 42 يوم إلى حدود اليوم، أي 41 يوم وهي مختفية أو يعني متطفة. يعني ما عرفناش يعني الأسباب المباشرة، واش هو اختطاف ولا اختفاء. عموما لقوها في حدا واحد الجبل، لقاها واحد الكساب تما، يعني لقى العظام ديالها مرمية، لقى الحوايج ديالها مازالين مزيانين، لقاو الجمجمة ديالها والشعر ديالها، يعني كلشي مشتت تما. يعني للأسف الشديد هو أن الناس في البداية راه بحثوا تما، ما كانش تما في البداية في الأيام الأولى ملي كنا كنبحثوا، ولكن البارحة يعني تم العثور عليه في ذلك المكان، وشي واحد اللي لاح تما الله أعلم. عموما جاو الدرك الملكي البارح والشرطة العلمية وخداو دوك العظام وخداو اللباس ديالها والشعر ديالها، لعل وعسى يلقاو يعني حل لهذا اللغز الذي حيرنا وحير أهل الساكنة، وكان بمثابة فاجعة خطيرة وخطيرة جدا، ولأنها لأول مرة كتوقع في الدوار ديالنا. وللأسف الشديد ما كناش كنسمعوا هذه المسائل هذو في زكورة، ما كناش كنسمعوا هذا الشيء في الدوار، ولكن للأسف الشديد تغير الوقت وتغير الزمن، ليس تغير الزمن والوقت وإنما تغير الناس. يعني القيم ما بقاتش، يعني الثقة بدات كتنضاطر للأسف الشديد، ولينا كنخافوا علينا وكنخافوا على وليداتنا للأسف الشديد. كانت منطقة ديال الأمن والسلم والسلام والكرم والجود، ما تخافش على أولادك وعادي، ولكن الآن بدات بوادر ديال الجريمة والاختطاف. بالنسبة لنعيمة اختفت كما قلت يوم الاثنين 17 غشت 2020 في الصباح مع هذيك 9:30 تقريبا ولا حتى 10، كانت مع الأخت ديالها، والأخت ديالها رجعت، ولكن الطفلة هذه اختطفت في رمشة عين. ما عرفناش كيفاش. لماذا نقول اختطفت؟ وهذا احتمال كبير، هو أنه ديك البلاصة فاش لقاوها البارح ما يمكنش أنها توصل لها، لأن أولا ما عندهاش يعني القدرة باش تمشي لتما، 1 كيلومتر تقريبا ونص ولا 2 كيلومتر ما يمكنش انها توصل. كنا في عين المكان الصباح يعني بزز باش وصلنا لتما، يعني كاينين هضبات وكاينين احجار، بالتالي ما يمكنش انها توصل لتما. هذا هو الاحتمال. الاحتمال الثاني كيقول بانها زهرية، والله اعلم، بما يعني يحيلنا بان هذه القضية هذه وربما تكون مختطف من طرف نازل الشعوذة والكنوز إلى غير ذلك من الأشياء، وهذا احتمال. لكن نقول بأن الحقيقة والحقيقة غتظهر مع الشرطة العلمية والدرك الملكي، لأنهم داو العظام ديالها وداو كل شيء، لعل وعسى تبان شي بوادر ديال القو يعني السبب المباشر في هذه الفاجعة هذه اللي وقعت.